الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر لزيارة معبر رفح وتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة. رئيس الوزراء يستعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطني. الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني. رئيس الوزراء توجيهات مستمرة للحكومة بسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه في الحوار الوطني من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية. الدكتور مصطفى مدبولي نحرص على متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق الدائم بين الحكومة ومجلس الأمناء. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 19 مليون مستفيد من أنشطتنا في رمضان. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس العاصمة بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف. وزير الرياضة: استاد العاصمة الجديدة أحد أكبر 5 ملاعب كرة قدم في العالم بسعة 94 ألف متفرج. الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.